<applause> الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وما بعد وحلقة دي لبعد أه سحابه النوس السعودي القعقاع ابن عمر وآنري إسلاي سجيبا وصلى الله مركوبي وحين نكلم معن سحابي جت الضباطني حلقه على سي لبعض لكن هلك كان القاعب أن عمر أبا من عمر في القادسية سمرك حلقة ما مانتا يتم بالربا وحيكه للضنتا دجالكي القادسية مركا مؤلف ككتابك دجالكي برتن كيسى مركب إنك جاي

أما نوصل دعي سبع بشي محرم سنة كمركو هجري يتبانا هجريدي ومركا أم قبنو آراء ذا كالدوان إي أراكتياها كالدوان كو بيغان غورتا ودقالك ودعي ميدا إذا أو أرجح سنة نسلايا هاي إذا أو أود بضان أو أنا مؤرخي ويناء تاريخي كي إبن جريد الطبري

أو نمن كي بيشيان كأها أما فرص لويقين أو هو قامين أيه رستم جاذوه رستم جاذوه أيا كأه أبان دولها كفرص أو قاريا بقل إلى باتن كن أو أسكري وحي مؤرخين تراعين أيه جيو خدمت الله سعطا انت اللوجيستيك أتاقا انت تاكولين أيسا انت هولاها إمهامتك تكل الدوان كالقبان ايسانا مركا لا يسكو الدرو وحي إلا لابا قل أو كن أو قف هالك مسلمين تو اي عدد كود وياي هاي صدن كن اي مالا حس وحاتكو عيدا كا دقالما اي فرصة اي فرصة اما كا وحي كود صدن اي سدح مروذي بيوتان ولي مرودي والبابا معها

وطن هذا النيري سنة كي مركو أها أفر يتبن هجريا أي عمر من الخطاب وحق أن صدي إنو دولان نمكا كو قادة فرص ضد فربنا ماشي شو عمر مركو حربي إنو إساقا هو قاميو أو عيدا كا وإنو قضا لكن عند عمام من عوف باوحو كل التاليني وها بيحن بميد عيدا سعد من فقاس وديب عمر وعد دري سعد بن ابي وقاص ويمد وحي عيدا كان كده قال قلي دونا حق العراق اذن كو غي سعدو لكن وحو راعي افركون عيدن كو راعي افركون مركا صدن كان مركان لين نحاي وا مركا دنبا اي مركا ليس لكن عيدن كا اصل اان عمر الخطاب وراعي سعد بن ابي وقاص الا ربا ابا اوب بعدغان جيش لي حاد كله عرمرم كا وبقول إلى إيه كن إلا وكن جاريه الله بقوله كن عيدا جارة أيها الله در أفركم بس المهم أن المثنى والعقول در وكله أو خطاب المثنى ومركة هذا دجا لك الله عطي ونن خبير أها إلى كان أوتك طبعا المثنى بوعد دري سعد من القاسو في رنوح

كلية نسي الدرد وحاق هيد انت سعد هي المثنى أني كل من المثنى وقريود قريود يسنو حاصاب وحا عيو هاليسا وعلوس وكسو قاري دقال لدي وكو جري نمان كافرس وكولت جري داو عباسو قاري هالكا سمرك وكول انت لكن أنت صد لمن كهر بو دردارا اقري طبعا كو صليسا سو دقال لها هالكو اكبل لها نمن كاسو أباري لها انت بمركب وقتك المهم تالك تركيا دو حي هاي وحيا بها موجينة يا المسلمين تو ان اي ليجا سيجا لقتك انو فايد يسو مركب وليا المهم عمر خطب رضا الله عنهم حجم المعركة مركو اركي انو نوعا ما ضدكو لا بقلو كن عيدا ان افر افر كنا ماشان نو تي اي عيدا دالا او هادا صالة تي مثلنا وتو مدبد دقال كجري هدي اللي اسكو دارو

ورسول كي أركي وقت الرسول كان نولا الدين تو يكسر الدقي سي شلمات من بحي أردو بي حوغا على مسؤال بها صارنا مركا مدبا وحا صارنا بان أه إن اي دقال قلان لما أقلين لكن مركا كان باهيب تيمي الدرتي أي واحد اللي رقالا دي أصحاب الرد صوت وبكاني يعني هلا أقول هذا إن الدجال كقريب جلنا ما دام ما أنت لوب معه عدد عدد فربضا عيدن علوسنا نسهلنا واتي مركز دبل كا أما ولا جا قاعدي هوها حيرات دلها قاعدي ومركز صوت عيدن كمركز أوجاري إلا صدق يصدق كن أنت مثنية طبعا أهردا مركز هلك تاجر وحن ربع مركز هنا تلمان دجالك أفر مال موت بالسعودية مالك أو سحابي كمان تأمكها لأن القاع قاعب عمر ولكو صندون المالك اللي بعده مالك ككواذ إنه مقرن مركب وساطة نوضح إن إنا دول مركب هذا مالين كأفرت مع تماما ما جعل بلوب بهي. كواد يوم أرماث مالين اسنين أو محرم بقى يوم أرماث مالين كاللبات يوم أغواث بلوب بهي مالين يوم عيماس بلوب بهي كأفراد يوم القادسية مركب ما لكن مركب حا كهري أرماث يا أغواث يعماس باكوري تاريخ المركز الأغرينا دوت كويسو خلدان مركّة. انتو بقى معركة وحي كان عادي هل كا المامي لكن مقع وحا حقبتي القادسية القادسي ما داما قوشي اقول عسلي اللي سوهي اي تاقا هيد ما داما هل قورتا او اما قوبتا او عدراها او هذا الصحابي الدليل القعقاع بن عمر القادسية اي مقع قادسية مركّة كغالب نقضي مقعي أرماث أغواث في إيه عماس هل كان مركا واسل من نور نعضا أمرين يا هل مركا ما دام مالنك اللي بايد دي تو وكسو وكقيب قاتي القعقع بن عمر مالنك كواد هرتم حان معه مالنك كواد بأينا أما وأينا هي مالنك سمرك وبحينا مركا كواد وطلت المعي ذنكي سعد بن القاس عيدنك وصفي أه طبعا عيدنك مركا هورين هورين لوصفه بدل بابا نين هرجوغا أه بندوله هي الله ديبي لكن سعد ابن أبي وقاص مركا كان أدب وحنوسي في من بدير كيس بحي نبرة جيركي كيس بحي نوع الدم الكلا يق نوع الدم الكوافين كا دير تنتا يكون طار بحى أو ما لحظوا أي فريسة تور نبرة كنا كسب بحذي مالك سيك كسب بحذي مركا سعد ابن وقاص فرز نما فولي كرو ما نفريسان كرو دبر دبر نمص يا حنكر حبت حاول مركب ودي فبركب بقطع هل كان مركب حقراء وده هبل أنت هلا جارسيو ده قالك أنت هب اللوضة هبل معركة هلا بدله هل كان سمرك أو مرتك بحياة ماشي سوق الجوجة أي أيوة أو مرتك إنه مع خالد بن عرفطة خالد بن عرفطة يسجع عينك أنتي يسجل جارسيني ورقد بقرة ولا جبية لكن مفر فرس ما فرس سنكرة فرس إيه إنه ده قال جالن ما بهوي سنكرة محيرة دمامشة قطع أما بق في منك جركي سكسب بحاجة أهم بلولا ملاحظة أي فريستي وأنا لدى قاعة الكريم بحال كامركة حرقة جي وفريسي المهم دقاء قمركو باللاباني وحكوب باللوضي مسلمين تاوحي قعان كل أو مقلي سعد بن وقاس إن طلاب تاعي المسلمين الله أكبرين تكبير تاوحي كان ديجان تاوحي كمان تسيريو وحول بمركع باللعبان ايان اما دربانك اما واحد يقول لنا سفارات الاندار يوحي لما اذا الله اكبر مركب يلا بدعي اذا مركز مرح يسلق قليل المهم اذا مركو حد عدا مركز حقا اي بجيلة اللي يسلق عاي بجيلة والقبيلة هل كانت جوكتا لح اي طبان مروضي بها هل كان اديجي مروضي قنا عن كان افريقيا اسكال الحوريق يا داقة يا ماها داتكو يكو شاقستان واتبرين مش اي كلام مركز فرضها فردنا مرودي فردها ده إسكت صار بحنا فردوه ويدان فردها ما أعرف مرودي كارهان ده مرودي سأوصى الصعود أو أخو ما أعرف تي هوس كي سوتة فردي هو بدي ذي مركي بدي ذي كدي رجي راب وجيل أو كلام يل بالغو سعد من بقاس وحب الله إنه رابني أسد والله الله ويرعده والراب وجيل أجر مذا أجر مذا ما بيكم رئيسي كده طلعها صباح يربني أسد وما

واتي سعد بن وقاص هدانا او عاصم ويرى ياري او لها اللو ويحو كان مروديدا مالي قصار هوديقا ضدكا إلا كرا دقال لما قلي كرو وواحا انتا اللي وعن عام الله في أرضي اوود إليه سبحانه وتعالى سي ورني مالا مالي قصار بي واتا المركض دم تاكتيك لك يعني تاكتيك وحال يري طبعا توابيد بيدول ساريا صناديق صناديق من حركة كل حركة هاي الحركة هلا كده بنا صناديق دي عروقه كل عايز مركا كل عن مرودي من هالك حيرميا حير مياه ما كيعكرة وشر مياه طلبنا مرة كيعكرة هالك هالو فريسيه تي إلى سبحانه وتعالى مسلمينته أي رنتي أي كوجوليسين ربني أسد مالك وحى لجد لي إلا شم بقل أو قف مالك يجا الدرع الواقع المسلمين مسلمين تيو جباسي كديكتين هدي الله الهان خطر بأن لا تنمر

ابن عمر قيتل الله بعض مكوات القادسيه ما كاد ينقص ينقض او ينفض القعقاع بن عمر يديه من غبار المعارك في بلاد الشام ويسلم جنبه الى الراحه بعد فتح دمشق مع خالد بن الوليد حتى ورد كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى الى ابي عبيده ابن الجراح يقول فيه القعقاع بن عمر شرح انه البيسي بيسي انو في دمشق وجودي يسجي خالنا أي كم وجيان وعذراء لقياس كريم على كواتي فرتان القعقاع مركو صا وصل لابتي وضجال كي شام كجري دمشق مركو صل لابتي وسير بالنص أنت هذا دال يدي يسجي خالد سليم بالحوجة وقت يلا راح يسال له بالجاري سامر كي يسال كقول لك ودي جنبه وكان نبال أرد عمر خضاب وصل عمرك نبال كمان محي وحلي هي كتاب وعكس عضاء دمارك كان وعمر خطاب بادرية وعكس عضاء أبو عبيدة من الجراح مهرتو عضاء وحكو قرن سيدة صوت, صوت اقتطع من جندك كذا وكذا وأنفذهم جيشا إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية عيدا واحد وحد كالهرتا انت عيدا لأك كدي منه عيدا دق دق وحد قدرتا وقرمضا سعد بن القاص لما لنتي كواد بالله مقلي سوما وحن نتان سوق قارنك مالكي يقول او بحشو اي مال, مال يوم ارماثكي يوم ارماثكي مركي اللي اي تيميد اي واحد لو يوم اغوات اغوات ما حلو مقعابه غورمن ما يمل مرك كان ان غوث كو غورمن وا مركا غورمن كان عمر الخطاب ابو عبيده انا وات دوغيدين انه حكاميني ابان دوله او كاها غوتدي كا دغالميس حق دمشق اي فرتي واتو كاها ابو عبيده ماركة امر لسينه امير المؤمنين بسين عمر ليه إذا كان سيدا أقول سيها بضا قادسية وأنا أيضا قدرتها إلى سعد بن قدر في القادسية وإياك عمر نواطق طبعا هذا الكيس وإياك أن تتريث أو تتلبث إن اسكن إلالي إن هكتد أما أد أم وهش أقلق أما أد دهذب وحبما أركتها الضاهرة سيدا لك سيها در فصدع أبو عبيدة بأمر عمر ولى على الجيش هاشم من عتبة وجعل على مقدمة القعقاع بن عمر طبعا وحقوق خصبانيه مركّة e كان وقت اللي ان صلى الله عليه وسلم وروان دالنا من والمعركة ما دمشق يهوشا مطال مركبه امر كسيس واسكري عيدا بودياري دياري هاشم عتبة لكن عيدا كهرجوغها عيدا عيدا قابل سن إنه كارتاد ملتري كفولي وحو أها نين كان حد كهلين هذا الصحابي الجليل أه القعقاع بن عمرو وقال لهم دردارا دار مي دقيش أبو عبيدة هاللي العجلة العجلة والدقصة دقصة والدقصة دق دق فالمسلمون في القادسية يواجهون أضخم حشد حشدته فارس في حرب في حرب وهم بحاجة إلى كل رجل منكم مسلمين تجوا القادسية و ها يدعى الكل الجيران عيدا كي يقولنا فارس يقولي دعى قالي بل دعى لمنه وحوب بهين قفر بق نكين كم يدنو الله بهين مركا سيد أقول لك صيح بنسان ترجو أو دع قاع قاع كاشك شباب ما ضل عمر بالمقدمة وكان فيه ألف فارس القاع قاع من عمر النعمر وهو جامينه عيدا يكون جيران كون ن دعى لهنائي يسوع كون دين ما هيا دقاعق وطفق يواصل هو رجاله كلال الليل بكلال النهار يسقي يرقي لسعودي هبين يمال با سفر بكجرين إذا حل النسم بمالك يقول قدر إذا مالك النسم بهذا النبي كل سيق قرينيا حتى سبقوا هاش بن عقبة إلا نسيق هاش بن عتبة ولبدي هجامية عينك وتي هاش منه وتاه رنب وتاه اسميت كل وتاه القعقاع مركه عيدا كأوذي هوتي مصافة ليربا انتي جرام بيحتا وحي دافين هاش من عتبة وي دافين وي كهر وبلغوا مشارف القادسية فجر اليوم الثاني من أيام المعركة ما لنكي لباد فجر كمركو صلاة فجر مركي لقاري ووقت يقال لقاري بوحو كبقنا الضلات كالقادسية يعني مصافة فجر محركة وشالي دعاد وقو شالي وحي هيد من حي تيوحان عذي عدو قيدين يعرماثا هيد مالك اللباد يوم أغواث أه بوسان لقي نيك القعقاع بن عمر وأنا كهر مري هاي شيء من عدب يو جلال بكسو صعدان مركه عرف القعقاع بن عمر أن اليوم الأول من القادسية كان شديد البأس على المسلمين بسبب توافر ما توافر لعدوه من العدد والعدة القعقاع مركه أورني إنفورميشن كوها يا إن المسلمين تو أما مالك يوهر معركة أي بلاباتي مالن أدعو لسينوها أه

أيوة ايوتين <applause> وزرعت في قلوبها الخوف وجعلتها وجعلتها تكنس على العقاب مركي مسلمين تاركان مروديات صعدة <applause> اللي الفرس كان أدلقل أدلقل فرس كان ادق الفينيسي ادري انه دقال وقالوا قال بو سو قرانيا فرس مركو قال بو صعدنا ادون ما تخص بنت فرس كان راعسا اذو اللي فرس كمان ما اسكما دين مرودي مركا مالينكاس ريبورت كو هيا وانهم يترقبون بلهفه وصول العدد المدد إليه من بلاد الشام وسمينت إني ربان أو سي باهي درانو أي كدر تأني أمرو ريان إنو قرمد وقيمة من بلاد الشام وقياه ولكن ولم يكن مع القعقعي ابن عمر غير ألف فارس لكن القعقاع كن من الله بس <applause> وماذا تغني الألف أمام جيوش فارس الجرار كن محيطة منكرتا مركب إذن الله كن هل كن كن عسكريه كرام <applause> لكن القائد الملهم بل انك كان ما دام ابان إليه سبحانه وتعالى الهام سي وها وماشي الغمر سبرايد اه جعل الالف في عيون المسلمين وعيون اعدائهم المشركين الوفا كنكي كي وتي نن عينك اها بوحو وغير لغي مسلمين دي ماشي جوكتي اي حتى قالت اذا قالت الولد جري فرسانتي يا بوحو قال لك انت سوكون انا يهين. ويلا يكون ذلك بل خبر كاسو قل عي ايا اي, اي ما كن بو بالا سعودة. كن كي بوحو اتو سدتك. ان انت سوكون يهين. محلو سميه قسم القعقاع بن عمر فرسانه الالف الى عشر عش عشر فرق. كن كي بوحو اقيميه طبعا. يعني قال انا في كل فرقة مئة فارس فرقة والبابا وحكاً لك وحكاً ماشا وكسو حريي أما الصف سوق بقل دقال يهان وماشا مركا كان دقال وأمر الفرقة الأولى قيبت الكوات اللي هو بقل يبقل يبقل, يبقل كون كواسدة تي أوه أمر السيوحي أن تنطلق في اتجاه جيوش المسلمين إنكو ساسو عطان بحاد أبارتان حق المسلمين تن. وان تتعمد اثاره الغبار من 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 حولها حتى تشحن به الجو شحنا مركا دنكا كسي سوتان بوس يسيغو يهباس كيبي الى معنى بوس مركا كعدو او سيغد يهباس كو كو دات لما اركي لكن وحال اركي هماقون ضد ماشي مركا كدخ موقده اي كوفي اي وون سو سوده ادنكا بوس تي كو مركا ثم امر الفرق التسعه الاخرى ان تفعل فعل الاولى سجعلك كلامي يحيل إن كنا ضبط بصي إلى كعيا وحن على ألا تنطلق أي فرقة من مكانها لكن إنكم مر بصي كعنا رئيس عنا يو بصي لكن كوي كلا ماشي نحكا دقائق من هالك درن دوري ونقلب يو رجعوا نروح كل نفطة بصي كعيا إلا إذا أصبحت سابقتها بعيدة عنها بمقدار مد المصر بقدر مد البصر سجبو يركادية وهالك قدرن دوري وكوها كلا مركز أرقتان بيرك واحد يقوه الرئيس عن الدرني أه بقول قف أها فرق هذا كواد مركز كوا كوس لو يهونه هلك أرقينه وكوها كان يا مركز يدين جرسان أم بدقة كرتار كين تكره الصامه هلك أن يديك يقدر الدوري أو بسط نسيكية ما شاء الله هباس بس لقب صدر مركز فأثبنا به نقعا مركز القرآن كله عرني معناها سوكلوي بسط كعية دجال مركز فردوه الجليان ثم انطلق على رأس الفرقة الأولى مكبرا مركز صوب بحي القعقاع ابن عمر كعدي كواد بهرج الله أكبر له وكان صوته بألف فارس إن كان عتكي كلي أي أيوة وحود ما كن أقيدي أكل ما جي عيسى وكان القعقاع وليا ما مقش ما ما كان حنين كما قال عنه الصديق رضوان الله عنه ومر بسعد بن القاس وبشره بالمددي سيد طبعا عم ابو بكر وكشيوير وانك كان صوت كيسا ايا أيوة وخدغ ما كنن المهم القعقاع وبقول كي أبوه رأيه هو أو الله أكبر تقول رأيه أي وحو سعد من وقاص سعد حتى الله مصعود عيدا كا كان مركز يري هي عيدا بقى كيم مصعود سعد حتى حتى مسلمين تلا مصعود عن تكتيكة كان ويجي لفت كده وحال ربع مركز وحو عيار يا لا بد دور إنه جتور كقوات إن سيكولوجيا مسلمين تلا معنويات كده إنه كعيو ويراد ضبع إليمد يوم هالكاي كسيقاتان وفي نفس الوقت الرواه عيمن كيسيان إنه بانيك وكوكا كانوا أو أرجح وقولي ماركا وعصفورين بحجر ما يشيل فما إن رأى الجي العسكراني عسكر الفرس وعسكر المسلمين سنابك الخيل تثير العجاج مركي اللي بدك حاضر كوي إسهيان ومشركين هاي فارسين تأ يكون مسلمين تأ مركي أركان عيمن ككان يفردها سان يصد جشان ويصفن جشان مركي أركان أو سيجري هباسك يعني مركي أركان وسمع أصوات التكبيرة تهز الأرجاء عزة أين مغلين مجالدي ونبا إن إسلق بصتي لوك ونبا عرض يورن إن الله أكبر مرك مغلين ونظر إلى النجدات تتوالى كتيبة إثر كتيبة حنك هقدرة ثم مرك إن ما تمت كلا بصوص عط بس والله صرف أم كلي بقول كلا بقول مرك أركان إن جوتوين كسا سوس الدوجاليا حتى دب الذعر في نفوس الفرس نمكي فرس أها بقدم بقتمي وثارت الحمية في صدور المسلمين والمسلمين تنهلك وحا رنجير كرو قادين حمية باقصة الله باتي. فجعلوا يهللون ويكبرون بأصوات صدعت أفئدة عدوهم صدعا يقولون نحب الله من هلك. الله أكبر لا إله إلا إنه قرآن يعني أصوات وقف كمركي الكسو قوضون مركي جك وقلت هالمر مر إلهي سبحانه وتعالى كافي ذو عدك كاسو بحي الله القياس كرما هالمر هل بأفك تينا مركو حي كانت عدك يعيني كهراء وجوغي. وما يشجعوك كوي قلال كي يمد بغل بغل كي سرفي لكن تكتيك وتي يهباز كي مركة هلك كمركة نمان كي باني باكويم ومضى القاع الى الساحة من خوط الصبح بين التهريل والتكبير. ساسو خوج عليه ننكى القعقاع من ليه هي او دقابتي دقالة وقلت مركي واقع وبريق يسوقو مرنة لا اله الا الله ولاه إلا مرنا الله أكبر له. وبرز الى العداء قبل ان تبدأ المعركة. واتنقو صبح مرك عيدا كي دايعلك انتو سن باللابن انكهر وقتال صفقة اللي صوبة دقال لبدا عيدا وكهري مر وجعل يخطب على جواده بين الصفين مركز يساقو او يساقو مركا نوعا ما فاجرتمي وانا لو باهي مركا دايعلك الوجر انقبوين ايو فاجرتن اي اسقاط قال لموجيو محايا العيدا با الوجر من ايو يساقو خط او فرد سكيسي سارا مر يسو جلي عيني و عيني كهر مري يساقو قال لي هل من بارز يا إيصاب بحكرة هل من بارز يا يقول نعم فتوجهت العيون الى معسكر الفرس لترى من سيبرز القعقاع ابن عمر اي قد يسوق الله تبارك الى انك فرس ويو بخي دونا مره ساسا مره الى ني وها ماشي ميدون سهلانين عودكي سنه لا نخايو اي عيدن علس نوتا وحيس لين هدا حتى اي ساي كتخلصان وحان ترى بدن هباسك كووس خريسان بيدن كبحسن دون يدو إيه لي دوي غدن مسلمين اللي صالحين ويا مرك سيكولوجي انتاغنت هي ويلي اي سو بخي دون سوق اسو لابتين لم تمضي غير لحظات قليلات على حماسة القعقاع وجرأته إن ير مركي كسوريكتي ديرنانتا ديرنانتا ومجي مركي كسوريكتي حتى خرج من صفوف العداء فارس مدجج بالسلاح لمن كي عادل واحد كسوبح نين هب مركا بارسا نين عرصبا أنا لك أنا كو يا أتدري من أنا؟

في حلقة ثانية مالين كاس بير رجي وحن كجرا ذلك اللي ربح هذا أنا قاتل قائدكم أبي عبيدة الثقفي وأصحابي نيكي الدليل بأن هاي بير رجاميه أبو عبيدة الثقفي يكح للسعودي عت جشر نيكي اللي ربح هذا إلى القصية ما هاي بير مجرد مرق طبعا من حربا قا... إنه أسكوا قا... هذا قا... سهلا قا... وما قا... سو من فقال له قع من عمر قع قا... 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 كلمة دي بابا من جواب الحلو يا لثارات يوم الجسر يعني يوم الجسر لبضبة طبعا والله لها في المال انكاس بابا اريناب آري مابا تيبا بيصحص السبب لان قاعد هرا اللي قد اللي سوما واخل كهربوه وكان يوم الجسر أشد الأيام على المسلمين مال موحا مال انكاس وفا مال انتي تاريخ دقال اللي قلي مال انكو المسلمين تكو صوب بيقمل وكان صاحب ذلك اليوم عيدا كان مسلمين تمانك كا دوله ودي ابو عبيده كتخلصي وحال له جري بهمن او ذو الحاجب انك عيدا كنت اسو نينكي مارك سو امتشق القعقاع ابن عمر الحسام اسونا في جلسو بودي سيفتي سي وصال على بهمن صوله الاسد الخادر مارك هالمر هلمر اسكو حنباراي نينكي بهمن اها إيه لها انا سيده مودد ان معركتي عرفت إيه لبح اها لبخ هل كي حريصنا فلما تمكن منهم مكو دل يمد وتهيأ له الضربة القاضية أين ديار النقطة إنه نيكا كان هالمر مرء سرع كف عنه وكتجي يعني هالمر اللي مقوله في انو إنه سرع يصومه سو كو قصي قاضي صوت محيته ليطيل عذاب وحور انو إنه هل كاسير رفتو يعني إلا كان وأن المسلمين عذاب مري سوما لكن هذه هالمر قف قفك الله سرعي وضو راح يصومه وحور كتجي سيوت فما زال يعيد الهجمة عليه الكرة تلو الكرة ويكف عنه مركز انتو دولي ماذا ساو دولوري وقلوب الفرس واجفة انما كي فرس كان كنو كانوا اللابين إيه قال لي اني بقضين مركز ايقاشو وعيونهم زاغية زاغية دا وحال الله استعمالها زائغة بقو وكأنما اغشي عليه من الموت مركو النغضة اندي يسي مرق 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 بيليه آيس لنا مركز فني مفنيا restless eyes بو يا مركيب والمسلمين يصيحون مسلمين حين الله أكبر الله أكبر أجز عليها قعقاع والقعقاع إسراعي نك النظافي أثار لي إثأر لأبي عبيدة الثقفي وأصحابه ما أنت وما ننتي لا أرجون له وهو أرجو وهو أرقات نك أبو عبيدة للدليل يا أصحاب تيسي مركي سيدة مسلمين تيكسوا على اليان وعبارنا ماشي وكاكتك نكيو اسكال راوعة وديك بحيا فأهوى عليه القعقاع بضربة من مركز حال مركز الله كو طرحته أرضا مركز أولوك سيفي يعني عن أولوك وتركته يسبع في دماء سبحا هل كان يسوي ليجي سبح دبالاني ايو كتاك مرك وانيك يبهمنها ذو الحاجبة يوم الجسر يوم الجسر المسلمين تا درباح هذا علوس او قيستي هادان نوع نوعا ما كبر وكم مغضا ما يشي صوت بحي القاع قاع هور تاكاسو مركا مركيو أبت ابتايسر كان يكتا يساقو الله ما عرق سيو عنتظا انت اذا كان وسيعونه فضج معسكر المسلمين بالتهليل والتحميد إذا كي انت اذا كان وحيب بالله مرك الله اكبر أنه لا, لا اله الا الله الحمد لله وتردد في ارجاء القادسيه اسداء الله اكبر القادسيه ضمبه افرت هذا برجاله وحا اس لقب الله اكبر الله اكبر لم يترك القعقاع من عمل الساحه قعقاع مركه مركو نكن اسرائي اسكم ويل ولي غوبتي انما وقف ينادي في تحدي مركو هل من مبارز يا كلا كان هلكا سان فخرج له فارسان معلمان لبانين باو صبح لبو دقالي وف وفرس كالصعودة معلمان من أبطال الفرس في وقت ما معلمان محل لقوة دا نينك قيسي قا أه وحو حريني ها لارك الدوان لارك عيدا أستان ودارك كالي وكاقد دوان هنو سواقاتا تلما قف مركو الربا انو نوعا ما تميز يا شو ضدك وكذا حسون وارد رقم قال لي نود يعني من ده مصوت من ده

القعقاع في كبوك ثم نادى القعقاع مركب سالمر هذا مركب لقيم بوسكي عبد الحاجب بهم من بالمري نيكي سد حبي مريم مركب ورقو دي يا معشر المسلمين مركب سيما بالله بنس وإذا ما توقيت كوات باشروا عداءكم بالسيوف هذا سيف تلرعك وكان انقضوا على عداء الله وعدائكم بالرماح وحل وحي ورماء هي هل كان رابو غدية فإذا خالطتموهم فباشروهم بالسيوف مركي إن ورمها قطورة مركز ماذا حصلك شان سيفها كرك كجوي فإنما تحصد الأرواح بالمرافعات حسدا سيف أم بالروح ذا لو شفي كرابير شفا فتواثب المسلمين على عدوهم توابت أو تو... 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 توائب تواثب الأسود سيد أي اللي بحيد أسود بودان وكرجي مرح لو جبوه وانقضوا عليهم عليهم قضاض الصخور يعني قضاض الصخور سيد جرجر كنا وهذا هو ذكتي من أوكرانا يغي مرك ما وجعلوا ينادون يا لثارات البارحة مسلمين أنت مركم حاكي عيه تيب على سوء حسوسية نك من قلت كل سنة واحد إنه سوء حسوسية ما هين. تي أبو عبيدة للدليل ما لينك بحشة المسلمين تقريبا درباحة علوس لوجي ما أنت سوء حسوسية تي يبغى مرك هالكاسي مرك سيودا ثم لم ينزل الفرس في فيلتهم في هذا اليوم إلى 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 المعركة لكن ما أنت أو فرضه عنده فرضه عنده هنا مرودي أشي أو دجال كجري شلي يوم أرمات دجال كودي ما أنت بحوس الدجو يوم الغوات ما ينعم ليش إلا شلت أجيدين لأن ذلك لأن المسلمين كانوا بالأمس قد قطعوا وضنها وحطموا توابيتها التي يجلس فيها الفيالة على ظهورها وحل وحي لدول ساري لها إلا أن توابيت بدول سارا توابيت أسوى وصناديق دي نينك فارس كان دجال من ودش كافريسة ويحلم بالجرة نين دش كافولي كره مرها روح بام متكي ولا سعودي ويحلم مركو يودم مات مرك الولا باكين جري وديارة كيوي دي دبابات يو دقائق <applause> كيوي دي بي مروديش إنه نحن كسر مرك دجال كمان تا رك لي أم ولا كسوتي ولم تكن يد الليل بقادر على إصلاح ما خربت يد النهار حال وحي لقد تخلصي أو dysfunction ديسفنكشن لقد مالين كل جماعة جاري كرو فأمر القعقاع جماعات من بني عمومته بعوسة مية مرك كوحة والمأذير ذي أو الدجال كيكون جري أيوة الله اللي أن يستحضر عشرات من دخام الإبلي وعرو مرك إن ما كان إنه إيهام قصة مية وسكا إن ومروديال اسمه أوطه وفير واحد أي كان تامر طبعا حالات أي كان وأن يجللوها بالملاءات السود وحنا ضشة كجدة بعشان بيرد مرة مدمذو يعني مريم مدمذو مدو دوشة كذا دبول بيو وأن يبرق يبرقعوها بالبراقع الملونة افكا حتى كذا حرتان بيوري بعشان براقع ذا مثلا أبدول كحرتان في كذا حرتان لكن أيضا مذبلة دوشة نوع حتى كذا حرتان بيوري مريوم مريها من وأن يركبوا ظهورها مركب دوشة كفول بيوري وأن يهاجموا بها خيل الفرس كوا يرى بيوري من كان فرصة فردها فرضها

سلمي لم يدى المسلمين مسلمين تفردوه دا مالين كي رعباني أساد بجيلة الويراري فردها مسلمين تمرك يديب او قرتان سيدا وكال إيغان كل عالي محايلة خالد القعقاع تكتيق حرب العراق عرق إن كان وانين نبقى صلى على الله عليه وسلم إشارتي وحيقول أنه كل مرودي توابرنا ما إيه لأكي محاين نقان جيل قيلة إيه لما بل إيه كان بيرالها إيه رتيقا إيه كواسو دول سارة دا يوكساسو قلي علمهم وحزنت في أماكنها وحرنت في أماكنه فما تتقدم خطوة ولا تتأخر إلى ينرق قدر فرده أيوتين إن هل اي يكوح أو دقائق وين طالما يسوء ربوين فرده يقول دقائق وين خلاص تبكي شال المسلمين تكونوا ثم لبث أن يرتدد على عقابهم مولية من هي على عليها الدار وفرده يوحى صار نابا وإسلام لابتين فركب المسلمون ظهور الفرسان الفارين وأعملوا في رقابهم السيوف والرماح مسلمين تمرك أركان نمان إني عليا إيه. أي أو أي أردن بنت كده بتجان بروح يمد حلاج شاف يكره ويحي ورانا للي يكره ويحي سيف للي يكره كل كلا دادي نمان كي يوم أغواث لم تغب شمس اليوم الثاني من أيام القادسية حتى كان القعقاع بن عمر قد حمل على الفرس ثلاثين حملة مالك متي مالك فجر التجي أنتوا سنجبل كأونو لين صدّا حملة صدّا ويرر أو مدومي ذيك الأكل دريني بنكاكو قاد وأردا من صناديد ثلاثين قتيلا بنفسه رجع وجوه وينو حلكا وضيع شو ذا دجال يهندز بهم من رجع لميت كان صدم وكدي ولما ولما توقف القتال وكان المسلمين يكبرون ويهتفون يوما بيوم ملك الدقال كوساء واستعجنا مسلمين توحي لهاي يوم بيوم إن شاء المياد النجنا ومن يتبعه من أجل أن يكون ملكاً وإن شاء الله يكون ملكاً يوم أرمات يوم أغواث النقوة إلهي ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لا عزيز عزيز إله الدين كيس أوهي ليس إلهي لنا إلهي وألهي أود أن الله أتكان كان ذلك بلاء القاع عن في اليوم الثاني من أيام القادسية وما لك ايوها أيوه أهاء أيوه أعذره أمو مع وأما بلاءه في اليومين الثالث والرابع مالك سدحاد إيمانك أفراد ما نهر صنع عماس إيمان أنت القادسية فسيأتيك نبأه بإذن الله وطنه إمام دون تبرئ وإلهنا هنا بالله توفيق